فؤاد سليم ونورهان ابراهيم مؤسسي ايديو باي. اتفضل. اهلا اهلا. انتوا اللي القدر جابكم. أيوة. مش كده؟ اتفضلوا قدام شويه. يعني حسيتوا بايه اولا انتوا ايه؟ انتوا متجوزين مش كده؟ مش عارفه موضوع ان احنا نشتغل مع بعض في واحنا متجوزين دايما. بس هو احنا اوريدي اصلا من يعني من اول ما اتعرفنا على بعض واحنا يعني كنا بنشتغل مع بعض اصلا. الشغل بوظ الجواز ولا خلاه احسن ولا ايه؟ لا خلاه احسن كتير. كويس، بعدين نبقى نسال السؤال. ما تبصوليش. احساسكوا ايه بقى كان وانتوا يعني انتوا كنتوا خرجتوا خلاص وفجاه حد قال لكم على فكره انتوا جايين المسابقه على التلفزيون؟ طبعا اكيد احنا كان بالنسبه لنا فرصه كويسه ان احنا نيجي نحضر تاني هنا، واكيد ان شاء الله انبسطتوا يعني. انبسطنا طبعا. ايوه كده ادوني مشاعر. لا اكيد. ايه في حاجه ما قلتوهاش قدام اللجنه الاولانيه عايزين تقولوها النهارده؟ طب يلا بينا نشوف ايه بقى الحاجه. تمام.